الحمد لله رب العالمين، أمر ولاة الأمور بإقامة الحقوق والدين ونشر العدل بين جميع المؤمنين. سبحانه وتعالى مالك الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أزكى نبي وخير ولي، فاللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، نتناول اليوم إن شاء الله تعالى من خلال خطبتنا هذه مسؤولية ولي الأمر وواجب الحاكم أمام شعبه ومواطنيه. واعلموا أن مسؤولية ولي الأمر هي أمانة ثقيلة ومسؤولية عظيمة أمر الله بحفظها وتوعد تضييعها وخيانتها، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولأجل كل ما ذكر، فولي الأمر ليس كسائر الناس المسؤول الأول على الدولة أو على الأمة أو على الشعب، هو ليس كسائر الناس، والمسؤول باعتباره هو مسؤول، والمسؤول ينبغي أن تتوفر فيه جملة من الشروط الأساسية والصفات، ومن أبرزها لابد الذي يتولى أمور الناس وأمور الشعب وأمور البلاد وأمور الأمة وأمور المؤمنين وأمور الناس، لابد شرعيا أن تتوفر فيه جملة من المواصفات والصفات. فالصفة الأولى أن يكون مؤمنا، أنت مسؤول على المؤمنين، أنت رئيس للمؤمنين، أنت أمير للمؤمنين، أنت تتولى أمر المؤمنين، فشرط أساسي أن يكون مؤمنا. فالإيمان شرط أساسي في صحة إمامة ولي الأمر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ربي أمرنا باش نطيعوا ربي ونطيعوا الرسول وأولي الأمر شكون منكم. والمقصود بقوله تعالى منكم، ما معنى منكم؟ أي يجب أن يتصف ولي الأمر بالإيمان. يجب أن يكون مؤمن هو، لأنه هو أمير المؤمنين، هو رئيس المؤمنين، هو المسؤول عن المؤمنين، ويجب أن يكون متصفا بالإيمان، وأن تتجسد فيه أخلاق الإيمان. ما يكفيش أن يكون لابد زيادة أن تتجسد فيه، تتحقق في أعماله وتصرفاته وأقواله وأفعاله صفات المؤمنين. وذلك هذه الصفات من صدق، فلا بد أن يكون الرئيس صادقا لا يكون كاذبا، وأمانة لا بد أن يكون أمينا، ووفاء لا بد أن يكون وفيا لله ورسوله ولدينه وللناس وللمواطنين وللشعب وللمقدرات والخيرات، وأخلص وحلم. الحلم واللين مش لأنك أنت المسؤول تستعمل القوة وتقتل وتذبح وتسجن وتحكم، لا، لابد من حلم ولين ورفق ورحمة وخدمة للمؤمنين والنصح لهم. أنت رب مش تخدم الناس، ربي أعطاك المسؤولية باش تخدم الناس مش باش الناس يخدموك.
قال عليه الصلاة والسلام: اللهم، يعني سيدي النبي يدعو ربي يسأل الله: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، يعني من ولي من أمر أمتي شيئا، وهنا هدايا دليل على كل من يتولى مأمورية أو مسؤولية أو مكانة في المجتمع. نبدأ برئيس الدولة، رئيس الحكومة، الوزراء، أعضاء مجلس النواب، كل مدير، كل رئيس مدير مسؤول في أي إدارة، في أي شركة، في مؤسسة، شركة تونسية للاستغلال التوزيع المياه، شركة تونسية للكهرباء والغاز، شركة الطيران، أي شركة أو أي مؤسسة تخدم لصالح المواطن، كل إنسان مسؤول عليها يدخل هنا. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا مهما كان مستوى المسؤولية، فشق عليهم، شدد على الناس، صعب على الناس، صعب على الناس معيشتهم بقوانين جائرة ظالمة تثقل كاهل المواطن، فشق عليهم. قل سيدي النبي: اللهم فاشق عليهم. يا ربي أكان هو يشدد على الناس، شدد عليه يا ربي. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم، اللهم فرفق به. ما الذي شدد على الشعب؟ سيدي النبي دعا عليه باش ربي يشدد عليه، وإذا ما شددش عليه في الدنيا شدد عليه في الموت وفي القبر ويوم القيامة. واللي يتولى أمر الناس ويسهل عليهم ويسر لهم أمورهم وحياتهم، سيدي النبي دعا له باش ربي يرفق به. هذه الصفة الأولى، صفة الإيمان. الصفة الثانية أن يكون طائعا لله ورسوله، مقيما لشرع الله تعالى، متصفا بالمروءة والأخلاق. جملة من الصفات. هذه من صفات ولي الأمر الصالح الواجب طاعته. إذا كان عنده صفة هذه الطاعة فهو منا. أن يكون هو طائعا لله أولا، طائعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، يحرص على إقامة شرع الله والعمل بأحكام الله، وأن يتصف بالمروءة والأخلاق. يقول المولى تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ربي مكنك وأعطاك مسؤولية ومنصب، لابد أن تتصف أنك تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن العاقبة لله، الرجوع لله. الصفة الثالثة أن يكون المسؤول أمينا، ومن صفات ولي الأمر الصالح أن يكون أمينا. أمينا على ماذا؟ على أموال المؤمنين وأعراضهم، باذلا جهده في تأمينهم والمحافظة على موارد الدولة وثروات الدولة، حاميا لحرافها ومقدساتها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية، يسترعيه رعية ما يخليه ربي مسؤول في منصب ما، مهما منصب كبر، ابدا من رئيس الجمهورية وانتهارت لآخر منصب في الدولة. ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية فيموت وهو غاش لرعيته، يتولى المنصب حتى لين يموت، لكن وقت مات خلال فترة حكمه هو كان يغش في الناس، يغش في الدولة، يغش في الشعب، في الاقتصاد، في كل شيء، فيموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الجنة محرم عليه، رواه الشيطان. أيها المؤمنون، إن ولي الأمر مهما كانت ولايته يعتبر المسؤول الأول أمام الله تعالى عن كل كبيرة وصغيرة مهما كانت، أقل حاجة وأكبر حاجة، وسيحاسب بمقتضى الفتيل والتطمير والكثير والقليل وبمثقال الحبة والذرة على قدر مسؤوليته. فيش لما يعمل مثقال ذرة
يرى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعى. كل راع، وهنا تدخل حتى أنت لأنك أنت يا مسلم راعي على زوجتك، أبنائك، أسرتك، في عملك. ليس المسؤولين في الدولة والسياسيين فقط، لا، حتى احنا يا بخير. إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع. إذا حفظتك الأمانة ولا ضيعتها، حتى يسأل الرجل عن أهل بيتك، أو كما مش يسأل ربي على أهل بيتك. زوجتك ملتزمة بالشرع ولا ماهيش ملتزمة؟ إذا منضبطة ولا متبرجة؟ تصلي ولا ما تصليش؟ مؤمنة ولا لا؟ بناتك متبرجات عاريات كاسيات عاريات أم أنهن محتشمات؟ أولادك سيسأل الله عن هذا. وقال أيضا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الصفة الرابعة صفة العدل، فيجب على ولي الأمر العمل على إقامة العدل بين الناس في الحقوق والواجبات. العدل أساس العمران، والظلم أساس الخراب. وتوزيع الثروة بالعدل بين كل جهات البلاد تحقيقا لحكمه تعالى. يلزمك الثروة تتوزع بين كل الناس، مش مدن ومناطق ثرية تلعب في الخيرات، ومناطق داخلية في فقر مدقع وجوع وفقر وعدم وجود لا دواء لا مستوصفات لا مستشفيات لا عمل. هذا مش تسأل عليه اللي يتولى أمر الدولة. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خليفة تكون لله، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ما تتبعش هواك ومصالحك والعلاقات فيضلك عن سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل. وتحضرني هنا مقولة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين توليه الإمارة، لما قال رضي الله عنه وأرضاه: سيدنا أبو بكر انهار توفى سيدنا أبي بكر وله الإمارة، خطب في الناس خطبة قصيرة، إيش قال للمؤمنين؟ إيش قال في الناس؟ قال أبو بكر: يا أيها الناس، قد وليت عليكم. أنا ربي حملني مسؤولية أن أكون واليا عليكم، ولست بخيركم. ليش أنا أفضل منكم رب؟ أنا كيف أفضل منكم؟ فإن رأيتموني على حق فأعينوني، كانوا تشوفوني على الحق عاونوني وساعدوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني. وإذا شفتوني في سياستي في حكمي في تصرفي عندي باطل انصحوني وفهموني وورقوني أطيعوني ما أطعت الله فيكم. أنتم أطيعوني وأنا أطيع ربي، إذا أنا أطيع ربي لا طاعة لكم علي، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق منه له، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذه بعض الصفات التي يجب أن تتوفر في ولي الأمر حتى يتسنى له القيام بواجبه وأداء أمانته على أكمل الوجوه. تتحقق هذه في ولادنا ومسؤولينا وحكامنا، ولا ما تتحققش؟ ذلك أمر تعلمونه ويعلمه الله، وسوف يحاسب الله الجميع، وسيعلمون كل واحد، يعني حين ينقلب إلى ربه سيعلم حقيقة الأمر. وصدق الله العظيم حين قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ولا حول ولا